موشي موشي يا حلوين، رجعنا بحكايتنا الرائعة مع زميلتنا آريا القسم 16. وبهالقسم كل شي اشتهيتو راح تشوفو، وكل شي تمنيتو راح تلاقو، فخلوكم مستعدين. قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وعبوا لنا المقطع لايكات وليتس جو. فبتحكي لها آريا لا أنا رح أكون مع آيس لحالنا، وبتسألها إذا طلب البارون منها تيجي، فبتحكي لها إنه طلب يلبسوا ملابس متناسقة مع بعض ويحضروا الحفل سوا، وعم يستنى منها جواب. تفرح آريا وبتقولها أكيد روحي، وبتنطلق آني لتقابل البارون وجيسي لتشوف هانز، وبيبقوا آريا وميلي بالغرفة لحالهم. تسأل ميلي طيب شو بدك؟ فبتقعد تترجاها وتشكي لها عن آمالها المريقة، وتقولها إنه كله من آني اللي عم بتحاول تنتقم منها لأنها كانت سيدتها من قبل. طبعا آريا بتحكي لها صعب أصدق إنه آني حبيبتي عم تعمل هيك، بس بما إنه أختي العزيزة حكت لا تقلقي رح أعاقبها بشدة. وبتشتكي لها كمان على الخدم الباقيين إنهم بيقلقوها وبتتمنى تطردهم. فبتحكي لها آريا شو رأيك ميري ترافقيني إنتي لحفلة تارا؟ حالتك مو كتير منيحة ورح آخذك لأغير لك جو. طبعا ميلي تنصدم من هيك عرض، ولكن بتتذكر انه آريا حكت انه بدها تروح مع آيس، وبتحس انه هيك ما حدا رح يعبرها. فبتحكي لها آريا عادي فيك تيجي وتنبسطي بالهدايا والأكل وتستمتعي بالموسيقى بدون ما ترقصي. فبتشعر ميلي بالفرح وبتقولها انها موافقة، وبتتسأل آريا إذا حيكون فيها تتخلى عن حياتها السابقة، وإذا ميلي فعلا رح تتغير عن حياتها القديمة. وبتتذكر كل بؤس وبطش ميلي فيها، مع إنه ميلي ما كانت ذكية ولا هي ذكية فعلا، بس بوقتها آريا كانت جاهلة لهالسبب خسرت. وبتتذكر لقائهم الأول، بوقتها ابتسمت ميلي لإلها ففرحت آريا وفكرت إنه ميلي رح تكون فعلا أختها ورح يعيشوا وقت حلو. ولكن ميلي حكت لها لما قتلت أول ما شفتك كان نفسي أقتلك. وبتحكي آريا إنه ما لازم تستسلم هلأ وتغير رأيها، ولازم تضل مصرة على الانتقام وما تتعاطف معها. أما آني فلسه بتبهدل ميلي عالطالع والنازلة وعلى تنظيفها سيء، وبيكونوا الخادمات قرفانين من ميلي وقديش هي غبية، وبتطلب منهم آني يساعدوا ميلي لأنه آريا وسطها عليها. فبتشعر ميلي إنه أختها ألطف إنسان. وبعد ما يخلصوا ترتيب بتروح ميلي تاخد وجبتها للأكل، وبتجي لها جيسي بتقدم لها بعض الحلويات، وبتحكي لها إنه آريا بعتت لها إياهم لأنها قلقانة عليها. ولسه ميلي كل ما حدا عاملها بلطف بتحاول تتمسكن قدامه وتشتكي على آني ومعاملتها لإلها ومعاملة الخدم كمان. فبتحاول جيسي تقنعها انهم كلهم عم بيحاولوا يخلوا البيت نظيف كتير لانهم بيحبوا آريا وكارين، لهيك هم قاسيين عليها. وبتتساءل ميلي اذا فيها تتقرب من جيسي لتساعدها. اخيرا بيحين وقت حفل زفاف سارة، وبتوصل ملابس آريا واكسسواراتها الجميلة من آيس، وبينبهروا الجميع بجمالها وبجمال هيك قطع. وبنلاقي الست آني كمان تأنقت وتشيكت بذوق من البارون نفسه ومدحتها آريا، لكن بنلاقي الخدم حاقدين شوي وحاسدين آني اللي رح تتزوج من بارون. وبتقول آريا إنها اعتنت بآني لأنها إنسانة قامت بجهد كتير كبير معها وكانت منيحة، وكمان جيسي اللي ما عبرها أذتها بعكس كل الخدم اللي تنمروا عليها. وأخيرا يوصل آيس لا يأخذ آريا، وبيكون جمال الاثنين بيعمل عيون تقريبا راح يغطوا على الأرسان. بيتغزل آيس فيها وبيقولها يلا نروح. فبتحكي له استنى معي مرافقة. فبينجلط آيس لما يشوف ميلي وبحضن بيقولها كنت حابب نكون أنا وأنتي لحالنا. فبتتأثر آريا كتير بنظراته وبتقول لأني خودي ميلي انتي. طبعا تنغاض عني كتير وبتعصب انه ميلي المقرفة راح تكون معها، وبتحكي لميلي انه مو منطق اصلا خادمة تروح لهيك حفلة بهالشكل، وبتحكي لها ما لازم تنسي مين انتي وشو حالتك والكلام هذا. فبتخبطها جيسي وبتقولها لا تكوني كتير لئيمة، وبتضل هاي اوامر اريا فلازم تنفذيهم.
فبتخضع آني وبيوصل البارون ليأخدها. بيوافق البارون ياخد الخادمة، لكن لما يعرف إنها ميلي بيقرف لأنها مجرمة، فبتحكي له آني معلش مشيها لأنها أوامر سيدتي. وبينما بتكون آريا وآيس مستمتعين بالرحلة، بيكون البارون وآني قرفانين وبس بدهم يوصلوا بأسرع وقت. بينزلوا من العربة بالمكان المخصص، وبتتخانق آني مع ميلي إنها إجت وخربت لها الجو. فبتحكي لها ميلي لازم تتشكريني أصلا لأنه لولاي ما كنتي هون. وبتشعر آني بالإحباط، ولكن تلتفت كل الأنظار لآيس وآريا وجمالهم اللي بياخد العقل. فبتقوم ميلي تحاول تدق آني وتحكي لها مع أنه أختي عمية مثلك إلا أنها مختلفة عنك. فبتغضب آني وبتحكي لها أكيد رح تكون أحسن مني بمئة ألف مرة، وبتصرخ. فبيلتفت الجميع وبيلاحظوا وجود ميلي، وبيبلشوا الناس يحكوا عنها ويغلطوا فيها ويلقبوها بالشريرة المريضة. وبتشعر آريا بالفرح لأنه أصلا كانت هي خطتها، وبتتجه لميلي قال وبتحاول تواسيها. وبما أنه الكل بيكرهها وما حدا متحمل يشوفها، بتقرر آريا تتركها بالعربة وتروح آل على أساس لترتاح. وبتشعر ميلي بالحزن. المهم بتفوت آريا تحيي سارة الجميلة، وبتطلب سارة منها تلبسها التاج، ومع أنه هالمهمة للأمهات بالعادة، لكن سارة بتطلب من آريا تعمل هالشي. وبتحكي لها بتمنى كمان يوم زفافك تطلبي مني ألبسك التاج. وبنعرف أنه هالتنتين رح يضلوا رفقات مقربات لو شو ما صار. وبعد ما تلبس التاج بتحمد الله أنها ما خربت عرس سارة بس لرغبتها أنه تذل ميلي. وبيسأل آيس آريا الشردانة شو اللون المفضل اللي رح تحبي يكون على جوهرة الخاتم. فبتحكي له لون عيونك، بحس انه هيك شي رح يخليني اشعر انك معي كل الوقت. فبيحكي لها حاضر، وانا كمان رح اجيب جوهرة بلون عيونك ورح اضل معك كان في خاتم او لا. اما ميلي فلما تشوف سارة والماركيز وفرحتهم تتذكر حالها مع اوسكار، وبتطل اني عليها وبتقدم لها اكل وحلويات. وبتحكي لها على الاقل كلي هدول واستمتعي. وبتقول آني إنه أكيد كانوا الناس رح يلاحظوها، بس صراخها خلاهم يشوفوها بأسرع وقت، لهيك بتشعر بشوية ذنب. ولكن ميلي ترمي الأكل وبتقول إنه آني أكيد عم بتخطط لشي وإنها لازم تعرفها مكانتها. وبتنقهر إنها مبسوطة مع البارون وبتتوعد إنها تدمرها. يسأل آيس آريا إذا فاضية بعد الحفلة، فبتحكي له إنه في شي لازم تعمله وقصها عن ميلي. فبيحكي لها عادي بستناكي ويمكن أفاجئك وأظهر بأي وقت. وبيتفقوا على لقاء بوقت آخر. وأقل لما ترجع ميلي مع آريا بتظاهر إنها ما أكلت أبدا وبتغمى من التعب، وبتساعدهم جيسي بحملها. بينما كارين ما بيعجبها الوضع وبتطلب من آريا تحكي معها. المهم آريا بتقولها قبل ما تحكي متشيكة على آخر اليوم، شكلك كنتي طالعة ديت مع كلوي. فبتحكي لها كارين هذا اللي بدي أحكي معك عن والدك، اصلا ليش بتنادي كلوي؟ وبنشوف ميلي سمعت الكلام وانصدمت بانهم لقيوا والدها الحقيقي. وكارين عم تحكي لها انه لازم تحترم والدها، وبتقولها انه برايها لازم يسافروا لكروا قبل حفله بلوغ اريا مشان يتعرفوا على عائله كلوي ويرحبوا فيهم. وبتطلب ميلي من جيسي قال انهم يرتاحوا لانها تعبت، بس طبعا بالحقيقه لانه بدها تسمع الكلام عن والد آريا. وبتقول كارين إنها كانت بحفل الزفاف تاع سارة وشافت نظرات آيس لآريا وإنه مستعد يخطبها بسرعة، ولما تنخطب راح تبطل فاضية أبدا، لهيك بدها تاخدها على كروة. وبتقولها صح أنا فخورة إنك صرتي غنية بنفسك، بس لسه ما نضجتي، وطالما راح تصيري الملكة لازم تحسني علاقاتك بكروة لأنه الناس راح تضل شاكة فيكي وبدمك طالما إنك بنتي. بس لو حسنتي من علاقتك مع الماركيز بوقتها ما حدا رح يقدر يحكي عن دمك الملكي. وبتلاحظ آريا انه ميلي واقفة عم تتسمع، وبتفكر آريا بكلام امها وبتحكي انه صحيح لانها نسيت انه هالعالم اكتر شي بيهتم اللي هو الدم والمكانة ومو المجهود والعطاء. بوقتها بتعرف ميلي انه آريا طلعت بنت الماركيز ومو بنت اي حدا. فبتقولها آريا كلامك صح، بس خليني احكي لك انه اكتر شي بفتخر فيه يا امي اني بنتك ومو اني بنت كلوي. وبتقولها انه زمان احلامنا كانت كلها انه يكون معنا شوية فلوس لناكل ونشبع. وبعد كل هالنقاش
بتقولها آريا وافقت وراح أفضي شوية وقت لنروح رحلة لكروة، وبتفرح الأم بعدها. بتغادر آريا وبتتساءل كيف كانت رح تكون حياتها لو من البداية عرفت إنها بنت الماركيز. على كل حال بتحاول ميلي تهرب بسرعة قبل ما تلاحظها آريا، ولكن بتمسكها وبتسألها ليش لساتها هون، وهيك بتتأكد آريا إنه لازم تقوم بانتقامها من ميلي اللي مستحيل تتغير، وبتحكي لها تطلع لفوق لترتاح. المهم بيطلعوا كلهم لغرفة آريا، وبتطلب آريا من جيسي طلب الغرفة، وبتسأل ميلي ليش كانت مزعوجة اليوم بالحفلة وشو اللي صار. فبتشعر ميلي إنه هي فرصتها لتخرب على آني، وبتقول كله منها وهي السبب بكل شيء، وصرخت علي بالعمد لحتى الكل يلتفتلي. وبتقول آريا معك حق، أكيد عملت هيك لتزعجني، ولكن بنلاقي إنه آريا أصلا حكت مع آني بالحفلة وسألتها عن اللي صار، وفهمت إنه ميلي حاولت تقلل من قيمة آني واستفزتها. وكمان عرفت إنه آني أخذت أكل وقدمته لميلي وكانت حاسة بالذنب، وحكت لها آريا عادي اللي صار وكان رح يصير، والكل كان رح يشوف ميلي بكل الأحوال، وقال بتعمل حالها حزينة هي اللي جابتها. على كل حال بتقولها آني رح أقدم لها الأكلات لتنبسط شوي، وبتستغرب جدتي من كلام ميلي عن آني لأنها بتعرفها مو قاسية مثل ما بتحكي ميلي عنها. وبتقول آريا شكله لازم نخليكم تتواجهوا سوا لأن علاقتكم عم بتسوق، فبتخاف ميلي وبتقول لآريا لا الأحسن تطرديها وبس. فبتحكي لها آريا لا تقلقي رح أكون قاعدة معكم وأسمع كل الحكي وما رح أخليها تتهجم عليكي. وبتطلب من جيسي تروح تجيب شاي وشوية فواكه. وبعد ما تغادر جيسي بتتشجع ميلي وبتسأل آريا هل أنت فعلا بنت ماركيز كروة؟ بتتفاجأ آريا وبتسألها كيف وصلت لك هالأخبار، فبتحكي لها سمعت الخدم عم يحكوا بالموضوع. وبتحكي لها آريا صح أنا بنت الماركيز وجدتي من العائلة الملكية، وبتطلب منها تحتفظ بهالمعلومات لهلأ. ولكن الغريب إنه ميلي بتفرح وبتقول إنها لهيك خسرت ضد أختها لأنها ما كانت مجرد بنت من العامة، وإنما طلعت بتحمل دماء نبيلة. وبتحكي لها المهم إنه رح أدبر لك وقت لتحكي مع آني أنت وياها. وبتتوقع إنه ميلي ترجع تلجأ لخطتها محاولات التسميم ويمكن هالمرة مع آني، بس المفاجأة إنه آريا بتحكي هالكلام لميلي وبتقولها ما عليكي إلا تعملي اللي بتعرفي تعملي كالعادة. فبتسألها ميلي شو قصدك؟ فبتحكي آريا لما شربتيني الشاي وسممتيني. فبتحكي ميلي بس هاد ما كان أنا كانت أما. فبتحكي لها آريا أوه صح آسفة ما قصدي إنه أنتي عملتي، بس يعني عملت هالشي كرمالك. وبتتذكر بداية اللقاء لما أما حكت لها لا تنسي إنه آريا مو مثلك وأنتي أحسن منها بكتير لهيك لا تصاحبيها. وفعلا طبعا ميلي ما قصرت بآريا، ولكن فجأة آريا بتضم ميلي وبتحكي لها آسفة يا عمري إنك مكروهة من الناس بسبب أشياء ما إلك دخل فيها. وبتحكي لها المهم إذا بدك تنتقمي من آني خبريني ورح أساعدك. فبتستغرب ميلي وبتقولها بس مو هيك الموضوع رح يكون خطير ورح يخليني أرجع للسجن مرة تانية. فبتقولها آريا فهمتيني غلط مستحيل يكون قصدي تقتليها. تحكي لها عن اسم زهرة لو كترت منها رح تكون سامة، ولكن لو حطت كمية بسيطة رح تسبب آلام في المعدة. فبتستهزئ ميلي بالفكرة وبتحكي لها هيك صار مقلب غبي. فبتقولها آريا تخيلي لو بكل مرة أكلت آني حست بهيك شعور مو رح تخاف تاكل، وهيك رح تمرض وتبلش تصير مخيفة وهستيرية قدام الكل، وبوقتها الكل رح يخاف منها ورح تنهار آني. وبعقلها بتفكر آريا إنه هيك بالماضي عملت ميلي فيها، خلتها شريرة عن طريق زرع أفكار غلط براسها للانتقام. وبترجع تأكد لميلي إنهم فيهم يحلوا الموضوع عن طريق الكلام وبس، ولكن يظهر الشر بعيون ميلي وبتسألها عن مكان وجود الزهرة. فبتسألها آريا إذا ما احتفظت ببعض اللي كان موجود مع بيري، وبتحكي لها ماشي رح أخبرك عن مكانهم. فبتضحك ميلي بشكل شرير وبتحكي آسفة بس مو قادرة ما أوقف ضحك لما أتخيل شكل آني وهي تتألم ومو عارف السبب. على كل حال تاني يوم بتقابل آني آريا ليطلعوا شي مكان سوا، وبتنتبه على ميلي إنها ما عم تشتغل وبتبهدلها. فبتحكي آريا لآني خففي شوي من عنفك اتجاه ميلي لأنها حرام لسه مزعوجة من مبارح
وبتقول أني إلها قرفت من مضايقات مليلة إلها. عكل حال تهمس أريالا أني بشي وبتقول أنه مفاجأة، بينما بتكون ميلي عم تراقبهم من بعيد وبتحكي لها أريا استعدي معنا رح نطلع نزهة ونشرب شاي، فحضري الأمور تمام وميلي تمام وطاعة سيدتي. وبلش شغل أريا المخفي المرعب. بعدها بتروح لتقوم ببعض الأعمال بما أنها بزنس وومن، وبتقابل البارون اللي بيطلب منها توقع على بعض الأوراق وأنه بده يختار واحد من الطلاب المتفوقين ليكون مسؤول بشيبعته بالأسرة المالكة. وبتلاقي مرشح هانز الشاب اللي نهايته بالحياة سبق الموت بسبب عربة هلأ عم يزدهر، وبتوقع أكيد وبتختار هانز مو حبا فيه وإنما لأنه حبيب جيسي. عكل حال بعدها بتحكي شوي مع البارون وبتقوله إنها مفكرة تفصل مكان شغلها عن مكان عمله وتتأجر لها شي مبنى لا تقوم فيه بأعمالها، وبيحكي لها إنه مستعد يخدمها بأي شي بدها إياه لأنها ساعدته كتير. وبتحكي له سمعت إنك رح تاخد شوية أوراق للقصر الملكي، فيك تاخد هاي الرسالة كمان مني لأيس. بعدها بيروح وبيترك لها المكتب والطلاب ورجال الأعمال اللي لازم تقابلهم اليوم، وبيجي لها بسرعة بعد عم مرسال من آيس يحكي لها انه تحقق من الأمور اللي بدها إياها وراح تعرف عن قريب كل شي. بينما بتكون ميلي عم بتجهز لتحط الزهرة السامة لآني، لكن كل شوي بتزيد شوي كمان منها لحتى تخلي ألم آني أكبر، بس بتخاف انه آني ما تشرب كل هالكمية وتلاحظها بالفنجان، لهيك بتقرر تحطهم بالبريق كله، بس البريق رح تشرب منه آريا كمان. وبتحكي رح أحاول أمنع أريا تشرب، وإذا شربت يا حرام مالي علاقة وهالبنت مستحيل تتوب. المهم بتخلص أريا شغلها وبترجع للبيت وبتسأل ميلي عن التجهيزات وأي فنجان هو الخاص بآني، وبتسألها إذا حطت كمية مناسبة وما كترت لأنه هيك ممكن آني تموت. طبعا ميلي ما بتخبرها أبدا إنها حطت السم حتى بالبريق للكل وكترت، لكن أكيد أريا مو غبية. توصل أني كمان وبتكون مبسوطة بحفلة الشاي، وبتحكي لأريا إنها جابت الشخص اللي طلبته منها، وبتطلب حتى من جيسي كمان تيجي، وبتقول إنها جابت ضيف خاص كرمال ميلي. ولما توصل ميلي لا تقدم الشاي تنصدم لأنها بتلاقي أخوها كان معزوم كمان، يعني لو رح تقتل هدول رح تقتل أخوها كمان. المهم قال أريا بتحكي إنها دعتهم كلهم لأنه هاي أول مرة ميلي بتعمل الشاي بنفسها والكل متحمس ومبسوط، بينما ميلي راح تموت من الخوف والتوتر. وبتقول ميلي بما انه اخوي اجا خليني اروح اعمل شاي افضل، فبتسحب اني الشاي من ميلي وبتحكي لها خلاص خدي مقعدك وانا راح اصب عنك. وبتقول جيسي انه اني كتير لطيفة، تطلب اريا من اني صب اول كاسة لكان وقال انه يذوقه لانه من اخته. بينما بتحكي ميلي بليز توقفوا وخلوني اعمل غيره، ولما يجي كان يجربه بتصرخ ميلي بصوت عالي وبتحكي له لا افهموني واسمعوني بس. فبتنصدم اريا لانها عرفت انه ميلي حاطة سم ومكترة، وبتحكي منيح جبت معي الساعة. عكل حال بيقول كان لميلي ما في داعي تخافي لانه الشاي طيب، وفجأة بيكح دم وبيوقع بارضه لانها حاطة كمية مميتة. تركض ميلي لعنده وبيسألها كان حتى أنا بدك تتخلصي مني؟ وبتحكي له أريا آسفة أنا اللي اقترحت حفلة الشاي. فبيمسك كان إيد أريا وبيقولها شكرا إليك ومنيح أنك لسه بخير وآسف إنه تركت أختي بتخزي مثل ميلي. وبيموت كان. بيوصل الطبيب متأخر وبتصرخ ميلي وبتكون رح تهجم على أريا وبتقولها كله منك، أنت اللي اقترحتي نشرب شاي وأخوي ما كان لازم يشربه. فبتنصدم قال أريا وبتحكي لها إذا مين كنت عم بتحاولي تقتلي أنا؟ وبيجوا الحراس وبتسلمهم آني الشاي المسموم. وبتقول ميلي صح أنا اللي عملت الشاي بس مو أنا اللي قتلته. وبتنظري لها أريا نظرة شفقة وشماتة وبتحكي لها لسه نهايتك رح تكون أحلى من هيك فاستحملي كمان شوي. بيتم سحب ميلي للسجن، وبيقولوا الحراس إنها أكثر شريرة شافوها بحياتهم وما تعبت من القتل وكان قصدها تقتل أريا اللي أنقذتها وألف مصيبة تانية. وبتكون ميلي عم تبكي بالسجن لأنها سبب كل اللي صار لوالدها وأما ولأخوها. لأ وقالت تتساءل إذا هي فتاة سيئة
لا يا قلبي، قلبك عامر بالإيمان. وبالأصل بعد ما يتم التحقق من الشاي والمطبخ ويلاقوا أنه فيهم كميات سم كبيرة، بيعرفوا أنها جريمة قتل مخططة، ولكن اتجاه آني وأريا ومو كان. وبيوصل آيس كمان، لأنه كان خادم بالعيلة الملكية، وبيقول أنه رح يتولوا تحقيق بالموضوع. تنتشر الأخبار بالجرائد وبين العامة عن ميلي القاسي الشريرة اللي ما اكتفت بمحاولة قتل والدها وخيانة بلدها، كمان حاولت تقتل أختها وقتلت أخوها. والكل بيتفق إنها مختلة عقليا، وإنه ما لازم يتم مسامحتها هالمرة. وبتكون آليا قاعدة بالغرفة عاملة حالها حزينة، قال وبتجيب لها جيس الشاي وبتسألها إذا مترددة تشربه، فبتحكي لها آليا ولو يا قلبي هاد الشاي منك. فبتفرح جيس كتير وبتشرب الشاي لتأكد لأريا إنه ما في شي. تطلب أريا منها تقعد، وبتخبرها جيس إنه كل اللي صار كان غلطها، لأنه هي بالأساس اللي اقترحت حفلة الشاي أصلاً. ولكن أريا بتعرف إنه جيس بنت لطيفة جداً، لأنها ما تخلت حتى عن بنت قاتلة مثل ميلي، وتعاطفت مع أريا بالماضي. ولكن بتقول أريا أنا حزينة على اللي صار اليوم، بس بنفس الوقت مبسوطة لإلك جيس، لأنه لازم تفهمي وتتعلمي إنه مو كل الناس تقدري توثقي فيهم، ولازم تحاولي تفهمي المجتمع المخيف اللي إحنا عايشين فيه، لأنه بدي إياكي ما تنقلي أبداً. وبتقول إنها رح تعتني فيها دايماً، لأنه جيسي كانت الخادمة الوحيدة اللي قدرت أريا توثق فيها من الصغار. على كل حال بعدها بشوي يوصل آيس لعند أريا وبتستقبله بحب، وبتحكي له منيح فتت شي مرة من الباب. على كل حال بيحكي لها انه جاي يتناقش معها بخصوص ميلي، وانه كل الوقت بالسجن كانت تصرخ وتحكي كل اللي صار بسبب اريا. بعدين صارت تتردد، انا بنت سيئة والكل حاسس انها مضطربة عقليا، لهيك كنت جاي اسألك اذا بدك شي معين بخصوص انتقامك. فبتحكي له اريا لا خلاص اعدموها حسب قوانين المملكة، وبتحس انها فعلا خلاص رح تترك ميلي وتلتفت لحياتها. فبيقولها آيس طيب هاي آخر ليلة لميلي، وبعرف إنك كتير تعبتي لا توصلي لانتقامك، لهيك هل أنت متأكدة إنه ما في شي بدك تحكي لها إياه؟ فبتقوله آريا بدي منك معروف، وفجأة بياخدها وبينتقلوا لعند ميلي بالسجن جوا، وبيحكوا لها الحمد لله إنك لسه فايقة. تنصدم ميلي لما تشوفهم وبتسألهم كيف صاروا هون، فبيحكوا لها ولو مو بتعرفي بقدرة آيس، بس للأسف ما حدا رح يصدقك هلأ. فبتعصب ميلي كتير وبتحكي لأريا كل شي صار كان بسببك. فبتحكي لها أريا وبسببك انت كمان ميلي، ليش كرهتيني لهالدرجة؟ وبتحكي لها كل شي صار بالحياة السابقة بدون ما تخبرها انها عم تحكي عن الحياة السابقة. يعني أريا صارت تلوم ميلي على كل شي عملته معها، وكيف خدعتها وضحكت عليها ولقبوها الناس بالشريرة وسممت والدها، وبالنهاية سببت لها قتلها. تحكي لها ميلي عن شو عم تحكي يا مجنونة، ولكن أريا بتكمل الحكي وبتحكي لها تعرفي لما كنت على وشك الموت شو قلتيلي؟ إنه كل شي صار من بداية حياتي كانت خطة منك لتخليني أنقتل. وقتها كرهتك كتير وتمنيت أنتقم منك، وبهيك قدرت أرجع بالزمن. فبتنجن ميلي أكتر وبتقولها أنت مجنونة، عم بتحاسبيني مع انك ما متي وبتعملي كل هاد فيي بسبب وهم؟ فبتقولها اريا لا مو بسبب الوهم، لانك انت عملتي فيي انا وامي افضع الامور. وبتحكي لها ميلي طيب خلص هداك بالماضي ما كان لازم تعملي فيي هيك. فبتقولها اريا ليش مفكره حياتنا كانت رح تكون مثاليه لو ما عملت فيكي شي؟ وبتنكر ميلي انها عملت شي حتى بهالحياة، وبتنكر قدرة آريا. فبتحكي لها آريا كل الأحوال لو ما حاولت أنتقم منك كان رجعت عدتي كل شي بالحياة السابقة، شفتك وبعرف تصرفاتك، وبالحياتين كان نفس الشي. لا قالوا بتبلش ميلي تصرخ وتحكي إنها بريئة وما عملت شي، بس حاولت تقتل آريا 100 مرة وتقتل والدها وتسمم نص البشر. على كل حال بيغادروا وبيجي حارس يخرس ميلي، بينما هي بتبقى تبكي، وآريا بتحكي إنها رح تروح تشوفها يوم الإعدام لأنها بتستحق تعاني 1000 مرة. وبوقت إعدامها الكل بيحضر وبيهتف لموتها، بينما ميلي بتكون شبه مبالية وما بتبكي أو بتصرخ. تنجر للمكان بهدوء وبتتسأل آريا
إذا ميلي توقعت إعدامها لهيك كانت هادية، بينما ميلي بتحكي صح. كل الأحوال أول ما قابلت آريا خططت أقتلها، لأنه الكل حكالي إنها أدنى من مستواي، بس بقلبي كنت خايفة وبتمنى لو مسكت إيد آريا بوقتها ورحبت فيها. عن جد كانت كل حياتي تغيرت، وبتتخيل كيف كانت حياتها رح تكون. أما آريا فبتحكي للأسف ميلي ما تغيرتي أبدا، قد ما تغيروا اللي حواليك ومستقبلك انتي ضليتي نفس الإنسانة وبنفس الدناءة، وخلص هيك بتموت ميلي. يمكن ما توقعت هيك تكون نهاية ميلي، وانتو على كل حال بنلاقي انه نظرة الموت لميلي ابتسامة مطمئنة، وبتحكي آريا شكلها غرقانة بأوهامها السعيدة، وفعلا بنشوف انه ميلي كانت عم تحلم بحياة تانية وترجع آريا بالزمن ويعيشوا سوا، بينما آريا تتخيل انه هلأ حياتها رح تبلش تتحسن وتكون سعيدة من هاللحظة. ومرت أيام على موت ميلي، والكل رجع لحياته وما حدا اهتم، الكل نسيها ما عدا آريا اللي لهلأ لما تفتح عيونها بتشوف وجه ميلي وراسها المقطوع وتعابيرها المرتاحة، وبتحكي انه رغبتها الكبيرة بالانتقام خلتها تتعلق بشوية مشاعر. على كل حال بيحين وقت سفرها هي وامها لكروة، وبتسألها آريا إذا رح تعمل حفل زفاف من كلوي كروة، وفعلا كارين رح تعمل العرس هناك لحتى تجبر آريا تسافر وتحضره، وبتكون كارين متحمسة لا تخلي آريا تحس بالحب بأجواء العيلة لأنه ما قدروا يعيشوا هيك شي وهيك جو أبدا. وبتحكي لها كارين آسفة إنه ما كنت أظهر لك كم بحبك، وبتمنى لما تتزوجي ما تحتاري كيف تورجي أطفالك الحب، بينما آريا بتقول مو هاممني ولا شي غير آيس اللي بيكون دمه محروق انه آريا سافرت وانه ما رافقها لانه عليه كتير اشغال، وكمان لو بده ينتقل بقدرته لكروة هالاغلب رح يغمى عليه لانه المسافة طويلة جدا. ولكن لما يتذكر انه لوهان بكروة ويمكن يحاول يغازل آريا بينحرق دمه اكتر وبيقرر يقوم يلحقها، فبيحاولوا فيكا ولين يهدوا شوي ويخلوه يكمل شغل، وبيقولوا لين إذا حضلت الحق آريا لكل مكان رح تزهق منك، فبيعصب آيس أكتر وبيقوله قصدك إنه آريا ما بتحبني، وبيوقعوا بمصيبة تانية. ولكن بيتدخل تابعوا سورك المخلص وبيقوله شو رأيك تستغل الوقت اللي هي مسافرة فيه وتحضر لها أفخم خطة لا تتقدم لها، فبيقتنع آيس شوي وبيقوله سورك لا تنسى إنها وعدتك ترجع، فلو رحت لها هلأ رح تفكرك مو واثق فيها، فبيقتنع آيس أكثر وبيقرر يبقى. عكل حال بيوصلوا آريا وكارين، وطبعا مين أول واحد بيستقبلهم؟ أكيد لوهان البايخ، بتحيي آريا وبتقوله شكلك ملك فاضي، فبيحكي لها لأنه كروة مملكة آمنة. عكل حال بيفهموا ينقلع، وبعد بشوي فعلا بيسحب حاله ليغادر وبيرحب كلوي فيهم بعدها، بينما آريا بتحاول تفهم مين الموجود، وفجأة بترحب فيها فايوليت جدتها اللي كأنه نسيت بنتها تماما. تشعر آريا انه فايوليت نفس بنتها القاضية، وما بعرف كيف الام اصغر من بنتها. المهم بتبلش آريا تتلقى حب شي جديد من جدتها وشي من والدها وشي من جدها، وبتحس انه الموضوع راح يكون متعب، وبتدعي انه آيس يوصل وينقذها. وبتكون فايوليت بدها تورجي آريا القصر، فبتقولها آريا إنها تعبانة وبدها ترتاح أول شي، وبتطلب منها فايوليت تدلها على غرفتها. تتفاجأ آريا لما تلاقي الغرفة كبيرة وواضحة وحلوة جدا وموفرين لها كل شي فعلا، بتحس قديهم مهتمين. وبيجي بياس تقلع مرته لترتاح آريا شوي، بينما آني وجيسي بينبهروا بجمال الغرفة، وفعلا تعرف آريا إنه عائلتها طلعوا مو بس أغنياء، أغنياء كتير ومكترين ونبلاء متواردين. وبتقول جيسي كتير واضح إنهم متحمسين لوجودك، فتتفق آريا بالكلام، ولكن تحكي إنها مو مقتنعة إنهم عاملين كل هاد بسبب الحب وبس لأنهم عيلة، وبتتساءل شو بدهم منها ولا شو عم بتخططوا. وبعدها بتضل فايوليت مثل القردة فوق راس آريا على الأكل والشرب وأنواع الحلوى، وبتكون آريا حتموت عشوي لأنه صار الوضع مبالغ فيه، وبالنهاية هي مو طفلة. وبعد تفكير
تشعر أريا إنه يمكن فايوليت عم تتصرف مع بهالشكل هاد لأنها بتعتبر حالها الشخص اللي دمر عيلته، فهي تركت بنتها وحيدة ودمرت ابنها وانطردت من المملكة، لهيك بتحاول تعبر عن هالحب بهالشكل، وتقريبا مستغربة إنه نتج عن كل هالدمار بنت جيدة مثل أريا. وبتقولها جيسي إنه فايوليت فخورة إنك حفيدتها مو أكثر، وبتسألها هل مو حابة القعدة هون؟ فبتقول أريا إنها متوترة من حبهم الزايد. صرت تحكي آني أتوقع إنه أريا شوي متأثرة بإنها قضت حياتها ببيت الكونت، وبنعرف إنه روسان بعد ما مات ولاده قتل حاله هو كمان، وبتشعر أريا إنها عم تحمل وزر هالعيلة، ولكن آني بتقولها ما لازم تقلقي لأنه كلهم أثروا بعض وهي هي نهايتهم، وبيحكوا لها إنه العيلة هيك مو هيك وهي مثل علاقتها مع كارين. فبتشعر أريا إنها طلعت تقريبا ما بتعرف شو معنى العيلة، وكل الوقت هي وأمها كانوا بس عم بيحاولوا يعيشوا. وبتسألهم أريا يعني قصدكم إنه طبيعي اللي عم يعملوا عائلتي؟ فبيحكوا لها أكيد بس يمكن لأنك واجهتي صعوبة بحياتك من قبل مو حاسة بهيك شي. وبيقترحوا عليها تحاول تطلع أكثر من غرفتها وتحكي مع فايوليت، وهيك رح يخف الضغط عليها بوقت الأكل. وفعلا تتجهز أريا وبتطلع لتقابل فايوليت، تسأل الخدم عن مكانها وبينبهروا إنها طلعت من غرفتها وبينسحروا بجمالها ولطافتها. وبتقول أريا بما إن الكل معتبر الموضوع طبيعي إذا أنا العيب فيي وإنه أنا ما بعرف هالشعور مثل أول مرة حبيت آيس، ما كنت بعرف الحب ولكن هاد شعور تاني. وفجأة بيظهر لها نتبقى من العدم وبيطلب من أريا يتمشى معها. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هالقسم، حبيتوا الانتقام أو لا؟ صراحة توقعنا شيء أكثر، بس بكفي إنه ميلي حملت قضية أخوها وأبوها كمان. خليكم مستعدين للأقسام الجاي لأنه هلأ جرعة الرومانسية رح تزيد. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.